عصيدة الفطار من الوصفات التقليدية اللي شبه انقرضت، مع انها شبيهة لوصفات تقليدية جدا زي الرز باللبن او الشعرية باللبن. النهاردة هنعمل عصيدة فطار من الشوفان والموز والزبيب، جميلة جدا. في طاسة على النار اغلي حوالي كوباية ونص من اللبن، ضيفلها 3/4 كوباية من الشوفان، نص كوباية من الزبيب، ربع كوباية من العسل، وثلاث معالق كبيرة من اللوز المطحون. قلبي الحاجات دي كويس قوي على النار لحد ما الشوفان سريع الذوبان يدوب تماما وتبتدي تدخن العصيدة دي، وهي سخنة ارفعيها من على النار وقطعي عليها شرايح من الموز. وقدميها بفرفك بالهنا وشك.